احنا هنحل الكويز ده كده اهو، الكويز ده كده اوكي، هسيب فيه 10 مينتس لحد الاخر اهو، حلو تمام، ديفايد وفراكشنز ونكتب ذا نيم اوف ذا شيبس دول، ما ترسميش الشيب، تكتبي لي بس نمبر 1 مثلا ريكتانجل، نمبر 2 كده اوكي. طيب ثانية، بفرت انت هترو هناخد دي 7 3 بلس 2 5، هنا 8 ديفايدد 2، 2 تايمز وات ايكوال 8 4، 5 تايمز وات ايكوال 10 2، 3 تايمز وات ايكوال 15 5، 3 تايمز 5 ايكوال 15، هنا 16 تايمز وات 2 تايمز وات ايكوال 16 8، 2 تايمز وات ايكوال 10 ستريس جرام صح 5. مستر نعم مستر، نمبر نمبر 7 اسمه ترابيزجرام، نمبر 7 من الشيبس، نمبر 7 اسمه ترابيزويد، ترابيزويد 12 ديفايدد 3، 3 تايمز 4 ايكوال 12، هنا 9 ديفايدد 3، 3 تايمز وات ايكوال 9 3، 2 تايمز وات ايكوال 6 3، 4 تايمز وات ايكوال 20 5، هنا 14 ديفايدد 2، 2 تايمز وات ايكوال 14 7، هنا هناخد 1 3 ونعمل 1 بلس 2 3، 3 ديفايدد 3 ايكوال 1، هنا 18 ديفايدد 3 يعني 3 تايمز وات ايكوال 18 6. مستر نمبر 8 هو ايه؟ نمبر نمبر 8 في 8، الشيبس، نمبر 8 في الشيبس، باراليلوجرام، باراليلوجرام بس ركزي معايا في حل دول 3 بلس 1 4. طب هنا 6 ديفايد 3 يعني 3 تايمز وات ايكوال 6 2، هكتب انا هنا الشيبس، هكتب هنا سكوير، هنا ده ريكتانجل، هنا ده رومبس بس في الاي جي بنسميه دايموند، رومبس دي وفي الاي جي بيسموه دايموند، دايموند فانت اتعودي على دايموند عشان تو اي جي، دي اسمها سيركل اللي هي الدايره، ده اسمه كون، ده اسمه سيلندر، ده اسمه ترابيزويد او ترابيزيوم، الاثنين صح، ترابيزويد، الشيب ده اسمه باراليلوجرام، باراليلوجرام، الشيب ده اسمه سفير، اخر شيب ده اللي تحت ده اسمه ايه؟ اسمه كيوب، سي يو بي اي، كيوب كيوب اخر واحد كيوب.